يمكن كمان امبارح لكل المتابع منا لحفل السيد الرئيس بمدينة الصلاحية الجديدة في محافظة الشرقية تحديدا، لقينا يعني تكريمات سواء كانت بالأوسمة أو الأنواط لعدد من العمال والقيادات العمالية اللي كان ليهم دور بارز ومهم خلال مسيرة العمل، سواء كان بالكفاح والإصرار على العمل أو كان سواء بدعم العمال والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. كان من بين المكرمين باحتفالية الأمس الأستاذ أحمد طلعت عبد الجواد محاسب بالإدارة العامة للشؤون المالية بوزارة القوى العاملة من ذوي الهمم. صباح الخير يا أستاذ أحمد. صباح الخير يا فندم، ضحيتك الله يخليك. صباح الخير أستاذ منا وأستاذ أحمد، صباح الخير. أهلا وسهلا، طيبين وحضرتك طيب. بداية عايزين نعرف منك، كنت متوقع أنك تتكرم من الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية مهمة زي دي، وأن يعني تبقى حاسس إيه وأنت واقف وبتتكرم من قبل السيد رئيس الجمهورية؟ والله انا يعني اتفاجئت ان سياده الوزير معالي الوزير حسن شحاته وزير القوى العامله، يمكن احنا بنتابع تكريم حضرتك اهو بالامس. نعم طبعا تمام، اللي هو رشحني ان انا ابقى موجود في الاحتفاليه، وبناء عليه تم تكريمي من فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه، وده شرف عظيم ليا ان انا من ضمن المكرمين، وده يعني دليل على اهتمام الدوله وعلى رأسهم القياده السياسيه بدعمه الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمامه بذوي الهمم ودعمه لينا بمناسبه التكريم ده يعني. نعم استاذ احمد، يمكن يعني. اكيد لا، ده فخر وشرف لينا كلنا لوجود حضرتك يعني في منظومه العمل، انتوا جنود العمل والانتاج تحديدا يعني. لكن امبارح دعم السيد الرئيس يعني دائما مستمر لذوي الهمم تحديدا، ويمكن شفنا ده في عدد من القرارات اللي اتخذها سيادته بالامس، اللي منها فكره الحفاظ على نسبة 5% اللي موجودة داخل الشركات سواء كان قطاع عام أو قطاع خاص، وتوجيه التدريب لحضراتكم والحرص على المتابعة بالتعيينات الخاصة بكم. شايف القرارات دي إزاي؟ شايف القرارات دي إن بدأت اهتمام الدولة إن هي تطبق القوانين باستكمال نسبة 5% سواء في منشآت القطاع العام أو القطاع الخاص. نعم. على مستوى الدولة ده المهم اللي بتقوم بها وزاره القوى العامله، ان هي دلوقتي بتستوفي النسبه دي وبتشوف المنشات اللي هي يعني ما فيهاش النسبه دي كامله تبدا تطبق القانون فيها وتكمل النسبه دي، عشان الفئه دي او احنا باذن الله يبقى ايه ناخد جزء من حقنا ويعني ونكمل مسيره الدعم دي. يعني انتوا في عهد السيد الرئيس هتاخدوا كل حقوقكم مش جزء من حقوقكم بس. يعني ان شاء الله باذن الله، يعني لان الفئه ديت يعني عانت كتير، والحمد لله يعني بدا يبقى في بوادر اهتمام الدوله بالفئه دي ان شاء الله يعني. أكيد أستاذ أحمد، خلينا نقول إن تكريمك إمبارح كان عن عمل أنت بتقوم بيه، أنا عايز أعرف أنت اتكرمت ليه من قبل السيد رئيس الجمهورية؟ والله التكريم ده يعني التكريم ده يرجع الأول والآخر لزملائي، لأن هم اللي ساعدوني إن أنا بقى أوصل للترشيح ده، وعلى رأسهم سيادة الوزير طبعًا وزمايلي في الشغل، مديري في الشغل، رئيس الإدارة المركزية، زمايلي كلهم في الشغل هم ساعدوني إن أنا أوصل لده. أنا مسؤول عن قسم الشط، وده مساكن دفاتر والسجلات، اعداد التقارير الماليه، متابعه التقارير الرقابيه اللي بيجينا من الاجهزه الرقابيه سواء جهاز مركز المحاسبات او وزاره الماليه، المشاركه في اعداد الختامي اللي هو الختامي السنوي لوزاره القوى العامله والعمل على تنفيذه كده. اكيد شايف ازاي الدعم اللي بتقدمه الدوله لذوي الهمم تحديدا ودمجهم في سوق العمل، ولو هنتكلم كمان على محورين رئيسيين بتعمل عليهم الدوله، هو محور التدريب والتثقيف، شايف ده ازاي؟ هو شايف ان الدوله بدات تهتم تشوف كل فئه او كل اعاقه معينه لها ايه المناسب لها التدريب او شغل معين تبدا تعلمه ده، وتبدا تاخده في قوه يعني تدخله العمل المناسب له كقوه او طاقه يمكن الاستفاده منها، وبالتالي احنا بنساعد كده في عجله الانتاج، في تنميه عجله الانتاج ودعم الاقتصاد المصري الوطني، وفي نفس الوقت ده بيعود علينا ان احنا يبقى بنطلع الطاقات الايجابيه اللي جوانا. صحيح. حسب كل واحد، حسب كل واحد وقدراته، لان احنا مجرد نتحط في مكان معين لا، ممكن تكون شايفني بوضع معين لكن قدرتي في الشغل مختلفه تماما، فده بيديني اضافه طاقه افضل ووضع افضل، زائد ان اهتمام الدوله على رأسهم فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي ده بيدينا دعم قوي ان احنا نكمل ونبقى في عجله الانتاج، يعني جزء كبير من تنميه المجتمع
وتطوير الانتاج في مصر ان شاء الله. صحيح، يعني ان شاء الله يتم تطوير الانتاج في مصر على ايديكم، وزي ما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، طول ما احنا ايد واحده وظهرنا في ظهر بعض عمرنا ما هنخاف من حاجه وعمرنا ما هنقع. بنشكر حضرتك الاستاذ احمد طلعت عبد الجواد، محاسب بالاداره العامه للشؤون الماليه بوزاره القوى العامله، والف مبروك على التكريم.